بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الشعب الجزائري، بعد عدة شهور من المفاوضات الصعبة الشاقة، تحقق اتفاق عام في ندوة إيفيان بين الوفد الجزائري والوفد الفرنسي، وهذا نصر عظيم للشعب الجزائري الذي أصبح حقه في الاستقلال مضمونا. ونتيجة لذلك، باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المفوضة من طرف المجلس الوطني للثورة الجزائرية، فإني أعلن وقف إطلاق النار في كامل أنحاء الوطن الجزائري ابتداء من يوم الاثنين 19 مارس 1962 على الساعة 12 بالضبط، وإنني باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية أصدر الأمر إلى جميع قوات جيش التحرير الوطني المحاربة بالتوقف عن العمليات العسكرية وعن النشاط المسلح في مجموعة التراب الجزائري. أيها الجزائريون والجزائريات، مضى الآن 7 سنوات ونصف منذ أن حمل الشعب الجزائري السلاح ليفتك حريته واستقلاله وسيادته الوطنية، فالمجد للشعب الجزائري الذي سجل في هذه الملحمة الكبرى أروع صفحة من تاريخه، ورحم الله كل ضحايا الكفاح وجميع الشهداء الذين سقطوا في ميدان الشرف ليحيى الوطن الجزائري، والمجد لجرحانا الذين لا حصر لهم والذين واجهوا قوى الاستعمار المتكالبة وعرضوا حياتهم للخطر، والمجد للمناضلين في جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني الذين كانوا في طليعة المعركة، والمجد للمساجين والموقوفين في المحتشدات الذين تألموا في سجون الاستعمار. إليكم جميعا تعلن الأمة اعترافها الأبدي، وتتخذ منكم الأجيال القادمة مثلا أعلى، وتجعل منكم ذكرى خالدة، فبفضلكم وبفضل إخلاصكم وتضحياتكم التي لا حد لها تحققت انتصارات ضخمة في طريق التحرر. واليوم وفي هذا الظرف التاريخي أحيي باسم الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، أحيي الشعب الجزائري البطل الذي دفع ثمنا غاليا في هذه الحرب وبذل من شجاعته وأبدى من نزاهته وإخلاصه ما استرجع به الوطن السليم وأعاد إليه كرامته. أيها الجزائريون والجزائريات، منذ 7 سنوات ونصف من الحرب القاسية
وقف الشعب الجزائري أمام إحدى القوات العظمى العالمية في عصرنا. لقد تجند أكثر من 1,000,000 جندي فرنسي لقهر شعبنا، واستعملوا في سبيل ذلك كل أسلحتهم العصرية من طائرات ومدافع ودبابات وسفن حربية. وبلغ بفرنسا أن أنفقت 3 مليار فرنك في اليوم في هذه الحرب، وكانت مع ذلك تستفيد من الإعانات الضخمة التي يمدها بها الحلف الأطلسي في جميع الميادين العسكرية والمالية والسياسية والمعنوية. وحاول الاستعمار الفرنسي بواسطة قسم كبير من المستوطنين الأوروبيين في الجزائر أن يتشبث بالجزائر الفرنسية. كل هذه القوى لماذا قبلها الشعب الجزائري؟ قابلها أولا بإيمانه بعدالة قضيته وبثقته بنفسه ومستقبله، وقابلها بإرادته التي لا تتزعزع، وعزمه على فك أغلال الاستعمار، وقابلها أخيرا وبالخصوص بوحدة صفوفه في الكفاح. إن الجزائريين، إن كل الجزائريين نساء ورجالا، شيوخا وشبابا، من الجزائر العاصمة إلى تمنرست، ومن تبسة إلى مغنية، وقفوا كلهم وقفة رجل واحد في حربهم التحريرية. فلا محاولة التفريق، ولا أعداء الثورة، ولا المستفزون، لم يكن لأي واحد من أولئك أن يمس إيمانهم أو وحدتهم القوية. لقد شعر الجزائريون أنهم كالجسد الواحد في هذه المعركة الهائلة. وكانت جبهة التحرير الوطني وجيش التحرير الوطني في طليعة هذه المعركة من أجل الشعب، وبفضل كفاحهم المتواصل استطاعوا أن يسددوا ضربات قاسية للعدو. إن الثورة الجزائرية قد انتزعت إعجاب الجميع، وهي اليوم تتمتع بسمعة عالمية وبتأييد عدد كبير من الأصدقاء في العالم. فإلى إخواننا العرب في المغرب والمشرق، وإلى جميع الإفريقيين، وإلى الأقطار الاشتراكية، وإلى شعوب العالم الثالث، وإلى الديمقراطيين في فرنسا وأوروبا، إلى كل أولئك، نحن مدينون بالشكر والاعتراف بالجميل عما وجدنا من طرفهم من مساندة وتأييد. إن الشعوب التي ما تزال تحت نير الاستعمار قد استخلصت من كفاحنا عبرة ودرسا ثمينا في نضالها. إن هذه المعركة قد أزالت الخرافة القائلة بأن الاستعمار لا يغلب.
وإنها قد ساهمت في تحرير القارة الإفريقية وبرهنت من ناحية أخرى على أن أي شعب مهما كان صغيرا ومهما كانت وسائل كفاحه متواضعة يستطيع أن يقيف ويصمد وينتصر على الاستعمار مهما كانت قوته. إن هذه المعركة قد أزالت الخرافة القائلة بأن الاستعمار لا يغلب، وإنها قد ساهمت في تحرير القارة الإفريقية وبرهنت من ناحية أخرى على أن أي شعب مهما كان صغيرا ومهما كانت وسائل كفاحه متواضعة يستطيع أن يقف ويصمد وينتصر على الاستعمار مهما كانت قوته. إن الكفاح البطولي الذي قام به الشعب الجزائري والمساندة الدولية قد أجبرت العدو على أن يتخلى عن مواقفه القديمة وعن حلمه بالجزائر الفرنسية وأن يعترف بحتمية استقلال الجزائر. إن الاستعمار بالرغم من الوسائل التي استعملها قد انتهى به الأمر بعد سنوات طويلة من المعارك إلى التخلي عن حلمه في الانتصار العسكري، ووجد نفسه مضطرا للدخول في المفاوضات مع الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية. وإننا إذا اعتبرنا المواقف الفرنسية التي كانت تشترط وقف القتال قبل أي تفاوض، فإننا نجد أن الشعب الجزائري قد حقق في هذا الميدان نصرا عظيما، وهذا النصر يتمثل في الاستقلال الذي سيكون هو النتيجة الحتمية لتقرير المصير. إن نهاية المفاوضات بين الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والحكومة الفرنسية هي عبارة عن مرحلة جديدة في تاريخ البلاد، وإن قرار وقف العمليات العسكرية فوق مجموع التراب الوطني هو نتيجة لاتفاقيات أبرمت على أساس ضمانات تتعلق بتقرير المصير وبمستقبل البلاد. إن محتوى هذه الاتفاقيات يتمشى مع مبادئ الثورية التي أعلناها أكثر من مرة، وهي أولا الوحدة الترابية للجزائر في حدودها الحالية، وهذا ما يقضي على كل محاولة مكشوفة أو متسترة لتجزئة الجزائر في الشمال أو لفصلها عن صحرائها. ثانيا استقلال الجزائر، إن الدولة الجزائرية ستتمتع بجميع مقومات السيادة بما في ذلك الدفاع الوطني والسياسة الخارجية واتجاهها الخاص في الداخل وفي الخارج. ثالثا وحدة الشعب الجزائري التي اعترفت بها فرنسا، وبهذا تخلت عن فكرتها الاستعمارية بتجزئة الشعب الجزائري إلى فئات وطوائف.
إن الوحدة الوطنية للشعب الجزائري تدعم حضارته العربية الإسلامية التي انصهرت في المعركة من أجل الاستقلال. رابعا، الاعتراف بالحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بوصفها المفاوض الوحيد والممثل الحقيقي للشعب الجزائري. إن هذا الاعتراف قد فرضه الواقع. وهكذا فإن المفاوضات التي دارت أول الأمر حول ضمانات تقرير المصير قد تطورت بشكل حاسم نحو مفاوضات عامة تشمل كل مستقبل الجزائر. وإن الدولة الجزائرية ستختار بكل حرية مؤسساتها الخاصة وتسطر نظامها السياسي والاجتماعي الذي يتلائم مع مصالحها. وفي ميدان السياسة الخارجية فإن الجزائر ستخط وتطبق سياستها التي تختارها بكل حرية وبسيادة تامة. إن هذه الدولة ستكون دولة ديمقراطية، إنها ستوقع بدون أي تحفظ على ميثاق حقوق الإنسان، وإنها ستقيم مؤسساتها على المبادئ الديمقراطية والمساواة في الحقوق السياسية بين جميع المواطنين بدون تمييز في الجنس أو الدين. وفيما يتعلق بالأوروبيين بالجزائر فإننا سوينا هذا المشكل في نطاق سيادة الدولة الجزائرية وبمقتضى وضعياتهم الخاصة في بلادنا. إننا رفضنا نظام المجموعة للأوروبيين في الجزائر، كما رفضنا مبدأ الجنسية المزدوجة التي تمس بوحدة الدولة الجزائرية وتعرقل تطورها. وتوصلنا إلى اتفاق يسمح للأوروبيين بممارسة الحقوق المدنية الجزائرية لمدة معينة ابتداء من تقرير المصير. وبعد هذه الفترة من الوقت يمنح للأوروبيين في الجزائر حق الاختيار في الجنسية الجزائرية التي يطلبونها بصفة فردية وبين البقاء على جنسياتهم، وعندئذ يعاملون بمقتضى الاتفاقية الخاصة بالرعاية الفرنسيين. أما الذين يختارون منهم الجنسية الجزائرية فستحفظ لهم ثقافتهم ولغتهم ودينهم، وسيكون لهم تمثيل عادل في الشؤون العامة وخاصة في المجالس. ومما يميز الوطنية الجزائرية أنها سوت مشكلة الأوروبيين بروح ديمقراطية وإنسانية. منذ أول نوفمبر 54 ونحن نكرر بأننا لا نحقد على الأوروبيين في الجزائر، وبالرغم من أعمال العنف والجرائم التي تسلط تسلطا أعمى على الأبرياء، فإن شعورنا نحوهم لم يتغير. إننا نفرق بين العصابات الفاشية من المغامرين وبين بقية الأوروبيين. وإني أدعو الأوروبيين الذين يدركون واقع عصرنا والذين يفكرون في مستقبلهم
إني أدعوهم أن يبتعدوا عن العنصريين وعن غلاة المستعمرين الرجعيين. إن الأوروبيين الذين يريدون أن يعيشوا في الجزائر المستقلة ويعملوا في أمن وسلام في إطار التعاون المثمر، إن هؤلاء قد أعطيناهم الضمانات الضرورية العادلة. أما فيما يخص المسائل العسكرية فقد سويت على أساس جلاء القوات الفرنسية المسلحة، إن هذه القوات بعددها الكبير وعتادها الهائل سيتم جلاؤها حسب توقيت مضبوط، وبالرغم من وجود قاعدة مرسى الكبير في الجزائر فإننا سنبقى أوفياء لسياسة الحياد وعدم الانحياز التي سطرت أخيرا في مؤتمر بلغراد، وإن الأمثلة في البلدان المحايدة التي توجد فيها قواعد عسكرية أجنبية ليست قليلة في العالم. إن الجزائر المستقلة لن تشارك في أي حلف عسكري، وستنظم دفاعها الخاص بسيادة مطلقة، وإن إقامة التوقيت المحدد لجلاء القوات الفرنسية عن الجزائر التي عانت تحت احتلال الأجنبي أكثر من قرن يعتبر نصرا مبينا. أما فيما يخص التعاون الذي ستقيمه الدولة الجزائرية مع فرنسا فإنه سيقام على أساس المساواة والاحترام لسيادة كلا البلدين وعلى المصالح المتبادلة، ويشمل هذا التعاون الميادين الاقتصادية والفنية والمالية والثقافية، وكذلك استثمار ثروات الصحراء. ويمكن قبول بلدان أخرى مجاورة ضمن هذه المؤسسة. أما بالنسبة للإصلاح الزراعي فإن المقرر هو أن فرنسا ستساهم في دفع تعويضات للمعمرين. وبالنسبة للفترة الانتقالية فلكي تتهيأ الجزائر لممارسة الاستقلال ولتتوفر الشروط السياسية والإدارية لتقرير المصير بحرية، حصلت اتفاقيات ترمي خصوصا إلى تشكيل هيئة تنفيذية مؤقتة وقوة محلية وتعيين مندوب سامي لفرنسا بالجزائر يقوم مقام الولي العام، وإطلاق سراح المعتقلين والمساجين، وإزالة المحتشدات ومراكز التجمع، ورجوع اللاجئين والذين أبعدوا عن ديارهم. وفي هذه الفترة الانتقالية سيمتنع الجيش الفرنسي عن العمليات العسكرية وعن كل نشاط يعرقل التعبير الحر عن إرادة الشعب الجزائري، ويبقى جيش التحرير الوطني على حاله محتفظا بنظامه وبسلاحه وبإطارته في المناطق التي يوجد فيها الآن. إن الفترة الانتقالية تتطلب تيقظا كبيرا، وإن وقف إطلاق النار ليس هو السلم،
والخطر الكبير ما يزال ماثلا في منظمة العصابات العنصرية الفاشية التي تحاول أن تغمر بلادنا في موجة من الدماء بعد أن يأست من إبقاء الجزائر الفرنسية. وإن السلطات الفرنسية المدنية والعسكرية كانت لحد الآن تتواطأ قليلا أو كثيرا مع هذه المنظمة، وإن من المصلحة العليا للسلم والتعاون بين البلدين أن يوضع حد لهذا التواطؤ. إن الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية من ناحيتها عازمة على الوفاء بعهودها، والحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية المؤتمنة على السيادة الجزائرية والمتكلمة باسم الشعب الجزائري ستواصل تحمل مسؤولياتها إلى أن تتكون حكومة نهائية منبثقة عن المجلس الوطني الجزائري الذي سينتخب بعد مدة قصيرة من يوم الاستفتاء. أيها الشعب الجزائري، يجب أن نستعد لتحقيق الاستقلال. إن الاستقلال ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة فقط تمكننا من تغيير وضعية شعبنا. إنه سيتيح لنا الانتقال من حالة التعفن الاستعماري إلى طور التحرر والاندفاع في معركة البناء الاقتصادي والتحرر الاجتماعي. إن عدة مهمات تنتظرنا، وفي مقدماتها تشييد ما تهدم طيلة 7 سنوات من الحرب، وتضميد الجراح، ومقاومة البطالة والتخلف. وإن من مهماتنا أن نبني مجتمعا جديدا يكون صورة لوجه الجزائر الفتية الجديدة الحرة، الجزائر التي يجب أن يساهم في تشييدها كل مواطن. وكل هذه المهمات تتطلب منا منذ الآن مجهودات أكثر من ذي قبل، وتجنيد كل طاقتنا ووحدتنا وانسجامنا جميعا حول الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية، وتتطلب اليقظة والامتثال لإحباط مناورات الاستفزازيين والديماغوجيين والمفرقين. إن كل الجزائريين يجب أن يعتبروا أنفسهم في حالة الطوارئ. إن تنظيم الجماهير في الجزائر سيتعزز ويتقوى. إن المحالفات السياسية والدبلوماسية التي تحصلنا عليها طيلة 7 سنوات من الكفاح ستتعزز وتتسع. أيها الجزائريون والجزائريات، إن وقف إطلاق النار ليس هو السلم. إن الفترة الانتقالية هي الاستعداد للاستقلال وليس هي الاستقلال. وما لم يقع الإعلان على الاستقلال، وما لم تقوم دعائم الدولة
وما دامت حكومة الجزائر الحرة غير مستقرة فوق التراب الوطني، فإن الشعب والمجاهدين والمناضلين يجب أن يبقوا في حالة التجنيد، يجب أن لا نتخلى عن يقظتنا طيلة هذه الفترة الانتقالية. إن كل مسؤول وكل مناضل يجب أن يبقى في مركزه. إن الجزائر ستكون كما نريدها نحن الجزائريين أن تكون، وإن الشعب الجزائري القوي بوحدته وأمام العالم الذي يرقبه سيواصل نضاله لتحقيق الأهداف التي استشهد من أجلها مئات الآلاف من الأبطال الجزائريين. إن الشعب سيبقى صاهرا على تطبيق الاتفاقات الفرنسية الجزائرية، وإن شعبنا سيستطيع الاعتماد على جميع الشعوب في العالم بما فيها الشعب الفرنسي الذي تهمه أيضا قضية السلم في الجزائر. أيها الشعب الجزائري، يجب أن نقوي من طاقاتنا ونهيئ بعث الدولة الجزائرية المستقلة ذات السيادة، الدولة التي تتيح لنا إرساء قواعد سليمة لجمهورية جزائرية ديمقراطية واجتماعية. نصر الله الشعب الجزائري المناضل، وعاش استقلال الجزائر.